ايضا من اشكال العنف الاسري العنف اللي بيمارسه الزوج ضد ابناء زوجته من رجل اخر او ما تمارسه الزوجه مع ابناء زوجها من امراه اخرى او العنف الاسري الناشئ بين الاخوه الاشقاء وبين اخوتهم غير الاشقاء سواء كانوا اخوه لاب او اخوه لام. اما العنف الاسري الدائر والمسلط من الزوج على ابناء زوجته من رجل اخر فبنذكره بقول ربنا سبحانه وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم. الايه وان كانت في معرض وفي سياق الحديث عن المحرمات من النساء الا ان هنا ملمحا كبيرا وعظيما هو إن وربائبكم معناها التي ربيت في حجوركم يعني في بيوتكم وتحت سلطانكم وتحت إمرتكم وأنتم مسؤولون مسؤولية تامة عن تنشئتها وعن تربيتها تربية سليمة صحيحة تنفع المجتمع وتنفع الأسرة وتنفع من حولها. هنا هذا الملمح وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم تستدعي ان هناك امانه على عاتق الزوج في حيال هذه التربيه هناك مسؤوليه وقفوهم انهم مسؤولون هناك ايضا شعور بالمسؤوليه الكبيره اذعانا لقول ربنا سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وهذه صارت من الاهلين اما العنف الدائر والمسلط من الزوجه على ابناء زوجها من آه من امراه اخرى فننبهها ان هؤلاء الاولاد قد صرت اما لهم وعليك ان تراعي الله تعالى في حقهم امانه واخلاقا وسلوكا فهم كابنائك تماما بتمام اما العنف الذي يكون بين الاخوه الاشقاء وبين الاخوه غير الاشقاء فهؤلاء نذكرهم بالحادثه التي دارت عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه إخوة أشقاء جاءوا مع إخوة غير أشقاء إخوة لأم مع زوجة مع أم للمتوفى فورث عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه ورث الزوج أعطاه النصف نصف التركة بقي نصفها فأخذت الأم سدس التركة فرضا وبقي الثلث وهو الان صار حصه للاولاد اللي هم الاخوه لام واما الباقي فللاخوه الاشقاء ولم يعد هناك باقي وهنا صرخ الاخوه الاشقاء وقالوا يا امير المؤمنين هب ابانا حجرا في اليم اجعلنا جميعا اخوه لام وهنا ادرك الاخوه الاشقاء المسؤوليه الكبيره التي كانت وقعت على عاتق اهليهم في التربيه اذ لم يفرقوا بين الاخوه الاشقاء والاخوه لام والعجب ان الاخوه لام لم يعترضوا على هذا الحكم وارتضوا ان يشاركهم الاخوه الاشقاء في الميراث من هنا ندرك اهميه تربيه الاولاد منذ النشاه ومنذ الصغر وتعديل سلوكهم ومحبتهم بعضهم الى بعض